احتاروا كتير في تعريف السعادة، لدرجة إن حد قال إن السعادة هي الشعور بالسعادة. بس الحقيقة لما قعدوا يفكروا لقوا إن السعادة هي الراحة والرضا عن النفس والهدوء حتى وسط الدوشة. ممكن أقولك على كم حاجة تساعدك إن أنت تعيش في سعادة. أول حاجة القراية، لو بتعرف تقرأ هتحس إن القراية بتاخدك في منطقة بعيد، منطقة هادية بتبعد فيها عن الناس وتهدى كده أنت ونفسك. هتقولي أقرأ عن إيه؟ هقولك اقرأ عن ربنا، اقرأ عن ربنا اللي أنت بتحبه عشان تعرفه أكتر، اقرأ عن هواية معينة، اقرأ عن قصص ملهمة لنجاح أشخاص، لأن ده مشجع جدا. الدنيا مليانة كتب والقراية فعلا ممتعة وممكن تحسسك بالسعادة. ولو ما بتعرفش تقرأ من فضلك اتعلم، دي سهلة قوي، اتعلم تقرأ عشان تروح المنطقة البعيدة دي وتلاقي نفسك حياتك كلها اتغيرت. أول حاجة القراية. تاني حاجة الشكر، اشكر ربنا كل يوم على كل حاجة في حياتك حلوة ومش حلوة، واشكر كل إنسان يقدم لك ولو حاجة بسيطة. لو حد جاب لك كوباية مية قول له أشكرك بابتسامة، لو حد ناولك حاجة وقعت منك قول له متشكر ربنا يخليك. دور على ناس وتلكك على تصرفات تخليك تشكر كل إنسان. الشكر بيخليك أنت ترتاح وتحس بالسعادة. أول حاجة القراية، تاني حاجة الشكر، تالت حاجة التأمل. خد لك ولو 5 دقايق الصبح كده في هدوء شديد مع نفسك، ويا ريت تكون قدامك منظر مفتوح، السماء، وممكن قدامك مية، بحر، نهر أو صحراء. اللاندسكيب، الأماكن المتسعة دي هتحسسك بالهدوء. لو قدرت توصل للخلوة اليومية دي ممكن يبقى معاك حاجة تقراها، ممكن تفتكر مع نفسك حاجات مشجعة، ممكن تشكر ربنا أثناء الخلوة. المديتيشن أو التأمل حتى في عناصر الطبيعة، تشوف وردة وتقعد تقول الله، يا سلام عليك يا رب الوردة دي جميلة قوي، قد كده أنت مهتم بالوردة اللي ممكن تتقطع في ثانية، قد كده فيها تفاصيل وفيها ألوان وفيها خطوط وليها شكل، وكذلك الشجرة وكذلك الثمرة وكذلك المناظر اللي بيصنعها السحاب في السماء. يبقى القراية، الشكر، التأمل. رابع حاجة الشفقة. احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا، والكون مركزه مش أنا، في ناس تانية عايشة معانا. الناس دي عندها احتياجات وعندها مشاكل وعندها ظروف. ما تقيمش الناس على ردود أفعالها تجاهك، قيمهم لأنك أنت بتحبهم وأنت عارفهم كويس. كل يوم اسأل نفسك النهارده هساعد مين؟ النهارده هقدم شفقة لمين؟ ولو اكتشفت في آخر اليوم إنك ساعدت حد وحنيت على حد وشفقت على حد هتحس بالسعادة. آخر حاجة الضحك. الضحك مهم جدا 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 لحياتنا. خليك دايما روحك صافية، ما تاخدش كل حاجة بجد، ما تمشيش شايل طاجن ستك وأقل حاجة في الدنيا تشيلها على دماغك ومتضايق وقافل وشك أبدا. الحياة مش محتاجة كل الجدية دي، خد الأمور ببساطة أكتر، اضحك أكتر. لو قدرت تقضي وقت مع ناس دمها خفيف كل يوم، مع أطفال، خليك أنت كمان شخص لطيف وشخص دمه خفيف. عايز تضحك اضحك، عايز تضحك بصوت عالي اضحك، عايز تغني غني، عايز ترقص ارقص، عايز تفرح افرح، اضحك ارقص غني قد ما تقدر عيش. اشوفكم بعد الفاصل. مساء الخير. احنا عندنا حلقة مميزة جدا بعنوان لا داعي للقلق. شفنا البرومو بتاعها دلوقتي، كان اللي قبل الأخير قبل البرومو الخاص بحملة انت ست ب 100 ست. والحلقة دي حلقة مهمة جدا، وهي أذيعت أول امبارح واتذاعت النهاردة وهنعيدها. الحلقة اسمها لا داعي للقلق، وضفنا فيها الأستاذ الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة ووكيل كلية صيدلة بجامعة الجامعة البريطانية في مصر. هنعيد الحلقة دي تاني يوم الثلاث الساعة 1 الظهر، يوم الأربع 5:30 مساء، يوم الخميس الساعة 8:15 مساء، يوم الجمعة الساعة 10 مساء. الحلقة دي فيها أخبار وافية عن فيروس كورونا، قوته وضعفه، بيصيب مين، ازاي قوي المناعة بتاعتي، هو بينتمي لأي عائلة، أعراضه زي أعراض الأنفلونزا ولا مختلفة، ازاي أعرف أتوجه لمين لو حسيت بأعراض، ازاي ممكن تكون أعراض عادية مش أعراض كورونا ولا حاجة ويكون نزلة برد عادية، وما نضخمش الموضوع. يعني في معلومات وافية عن هذا الموضوع. الحقيقة لفت نظري أيضا أنه القنوات الرسمية للدولة، السلوجان الخاص بفيروس كورونا دلوقتي بقى بدل احمي نفسك بس، بقى احمي نفسك احمي بلدك. لأن أنت لما تبقى مسؤول في مكان عن منشأة فيها عدد كبير من العاملين وتوفر لهم هذا الفحص، أو توفر لهم فحص مبدئي لدرجة الحرارة، أي ارتفاع في درجة الحرارة يبقى فيه اشتباه، يعني كل الحاجات دي كلها انت بتحمي البلد وبتحمي نفسك في الاول وفي الاخر. تعالوا نبتدي في اخبارنا النهارده. اناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، سياده الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، لوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحه بمدينه نصر، وهذا في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق 9 مارس 69. تعالوا نخرج نشوف تقرير القناة والبرنامج عن الاحتفال بيوم الشهيد ولماذا يتم الاحتفال في هذا اليوم بالذات، ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبارنا. تحتفل القوات المسلحة المصرية في 9 من مارس كل عام بيوم الشهيد، والذي يعتبر تذكارا لشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن. ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين. شارك الفريق عبد المنعم رياض في حروب عدة من بينها حرب فلسطين عام 1948 والعدوان الثلاثي على مصر عام 1965 وحرب الاستنزاف، حتى استشهد في 9 من مارس عام 1969 عندما قرر أن يتوجه إلى الجبهة للوقوف على نتائج المعركة عن قرب ومشاركة الجنود مواجهة الموقف. أثناء وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك على الجبهة، قرر أن يزور الموقع رقم 6 الذي لم يكن يبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترا، حيث كبد فريق الموقع 6 القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، إلا أن الموقع شهد الدقائق الأخيرة في حياة الفريق، حيث انهالت نيران القوات الإسرائيلية على المنطقة التي كان يقف فيها فجأة، حتى انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب منه. وكنتيجة للشظايا القاتلة استشهد عبد المنعم رياض عن عمر ناهز 50 عاما متأثرا بجراحه، لتبقى بطولاته وأقواله المأثورة خالدة في عقول ووجدان مصر. فإني أرجوكم أن تقفوا معي دقيقة في ذكرى الفريق أول عبد المنعم رياض، ذلك الجندي الشجاع الذي أعطى حياته في ميدان القتال وضرب مثلا أعلى لشرف العسكرية المصرية. ومنذ ذلك الحين اتخذت القوات المسلحة 9 من مارس ذكرى للاحتفال بالشهيد لتخليد ذكراه، فتحية وتقدير لكل شهيد ولكل أسرة شهيد مصري. عايز أقول بس إنه الله وضع خطة لحياة كل منا، فكون إن حد مات شهيد، أو كون إن حد مات في حادث، أو كون إن حد مات بمرض، أو كون إن حد لسه مكمل حياته لأنه مازال فيه رسالة يؤديها. ده ما يخليناش نتفزع. مثلا بعض الناس لما بتقرا الاخبار يقول لك يا اكتر من 3000 واحد ماتوا بفيروس كورونا. طب الكره الارضيه فيها مليارات البشر، فما تخافوش، ما تخافوش. كل انسان قضيته عادله امام الله. ما فيش حد بيتاخد غدر، ولا حد بيتاخد غفله، ولا حد بيتاخد ناقص عمر. احنا حتى المثل البلدي بتاعنا ما حدش بيموت ناقص عمر. المهم بس الانسان يعرف ايه رسالته ويأديها عشان يبقى كده ايه مطمن وسعيد زي ما قلت لكم في المقدمه، ومرتاح وهادي، ووقت ما ربنا يريد يبقى خلاص خير. اكمل لكم الخبر. القائد العام بمرافقه الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحه وايضا قاده الافرع الرئيسيه قاموا بوضع باقه من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. عزفت الموسيقات لأسرة كل شهيد. وبقول لهم احنا بنفتخر بيكم، لانه فعلا زي ما قلنا امبارح لولاهم ما كنا احنا هنا. ومن اجمل ما تعلمت من حلقه امبارح من اللواء اسامه الجمال لما قال ان احنا في الجيش اخر حاجه بنسمعها هي الجزء الاول من سلام الشهيد، تا 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 تا، والصبح نكمل الجزء ده اول ما نصحى، وكأن كل مجند بالقوات المسلحه مشروع شهيد. احنا نوهنا امبارح ان كل المتاحف العسكريه والاماكن والمزارات العسكريه هتبقى مفتوحه امام الجمهور مجانا حتى يوم 15 مارس استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحه بيوم الشهيد. منطقه عرض المنطقه المكشوفه لبانوراما اكتوبر برضه هتبقى مفتوحه لاستقبال المواطنين في نفس التوقيت لنشر الوعي والثقافه العسكريه والوطنية لدى شباب مصر وأبنائها. أهم متحف يبرز بسالة شهدائنا بانوراما أكتوبر. تعالوا نشوف برومو دعائي عن بانوراما أكتوبر، وياريت اللي يجي فرصة فعلا إنه يروح، أكيد هيستفيد كتير وهيستمتع كتير. بانوراما حرب أكتوبر في ثوبها الجديد تظل مقصدا ومزارا لجماهير الشعب المصري، يستعيد ويستذكر من خلالها أمجاد وتضحيات أبنائه وقواته المسلحة. وقد استغرقت عملية التطوير قرابة العام. حاجة جميلة إن الدولة تهتم بمزاراتها وببؤر الوعي لدى أولادها. يعني لما يبقى عندي متاحف وعندي مزارات عسكرية وعندي بانوراما زي دي وأهتم بتوضيبها وترميمها وتجديدها، الإنسان لما بيروح يزور شيء الاهتمام بمباني الشيء وتفاصيله، السجادة اللي بمشي عليها، الصورة اللي بتفرج عليها، عليها تراب ولا ممسوحة ومتنظفة، الشاشة شغالة بشكل جيد ولا لأ، ده بياخد من قيمة اللي أنا بستلمه من المكان. طيب الحقيقة مشروع تاني النهاردة وجه بيه الرئيس، أعتقد أنه هيرجع مصر لمكانة أعظم من ما كانت عليه في هذا السياق بالتحديد، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، ترسيخا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا للوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خصوصا والتي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة. جاء هذا خلال اجتماع السيد الرئيس اليوم مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل من الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربي، المالية، قطاع الأعمال العام، النقل والتجارة والصناعة، طبعا النقل لوحدها والتجارة والصناعة لوحدها، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. طيب احنا معانا على التليفون سيادة المستشار أحمد خزيم رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بيكم أستاذ المشاهدين. يعني الحقيقة موضوع إطلاق صناعة السيارات والمركبات ووسائل النقل في مصر ده موضوع، هل مجرد نحلم أنه يعود بنا لخمسينيات القرن الماضي حينما كانت مصر تصنع السيارة نصر وغيرها، ولا هتكون في آفاق أعرض من كده؟ شوف أنا يعني بس هقول لحضرتك إن أنا اتكلمت في الموضوع وكتب في الجرائد من أكثر من سنتين إن إحنا مؤهلين تماما لهذه النوعية من الصناعة، يعني ما كنا بنتكلم على مناطق صناعية في منطقة قناة السويس، وكنا بنتكلم على المنطقة الصينية والمنطقة الروسية وهكذا. عندك 10 أسباب تخليك تهتم بهذا الملف اهتمام استراتيجي. أولا هي أحد أهم الصناعات اللي بيتم حواليها الكثير من الصناعات المغذية، وده عنصر في غاية الأهمية. 2، أنت دولة أفرو آسيوية بعد منظمة التجارة العالمية، بقى عندك المنظمة القارية اللي احنا دخلت حيز التنفيذ 30 مايو اللي فات، 54 دولة. وحضرتك النهارده لما اتعمل المؤتمر، انت النهارده البنك الدولي بيقدر حجم الاستثمارات في افريقيا، في قاره افريقيا 2025، يعني اقل من 5 سنين، 3، خد بالك من الرقم، 3.4 تريليون دولار. اهم 3 دول في افريقيا مصر وجنوب افريقيا ونيجيريا. انت دوله لديك قواعد، موقعك لوحده مفيش تنافس. جنوب افريقيا ونيجيريا لا تنافس في المكان. انك انت عندك رخص العماله، بعد كمان مساله تعويم الجنيه، بقي عندنا الاصول يعني مقارنه بالدولار اقل. الحاجه الرابعه والخامسه انك انت بدات ده قبل كوريا في الخمسينات، لو كان استمر هذا التراكم كان زمانك النهارده احد الدول المصدرات ده. الأهم من ده كله بقى إنك أنت وراك النهارده سوق أفريقي فيه 1,300,000,000 نسمة، وده أهم حاجة لأن الصناعة بتحتاج سوق. وجميع أنواع المركبات بعد ما أنت النهارده قفلت الحدود البرية، فتحنا على قسطر، فبقيت تقدر تاخد عربيتك من مصر من اسكندرية لغاية كيب تاون في جنوب أفريقيا. ده كمان اتجاه العالم كله على إنه البنية الأساسية في أفريقيا يتم التواصل، لان مؤتمر كفاك الصيني عايز يرفع نسبه التجاره البينيه بين هذه الدول من 16% ل 50%، وده اهم دوله تستفيد منه هي مصر لسبب بسيط جدا، لان انا النهارده اللي اهتميت بالصناعات التصديريه ذات القيمه المضافه، وانا خلال 5 سنين من توقيع الاتفاقيه هيبقى عندي اتفاق جمركي بين الدول اللي هيحط قيمه مضافه فوق ال 45% زي العماله، زي انا النهارده كمان بلد عندي الواح الصلب والصاج، وعندي الخامه نفسها، وتستطيع انك فكر الاستراتيجي بقى انك انت يبقى عندك منتج للتصدير يقفل لك العجز في الموازنه ويسدد لك القروض. هو ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه بقى لنا 3 سنين، بنقول هذا هو التوجه، ان انا النهارده عندي نوع من الصناعه استطيع ان انا اوطنها في منطقه من مناطق قناه السويس الجديده، وتتعمل جنبها مجتمعات عمرانيه من الليبون ومن الكرتون ومن الكاوتش ومن المسامير، وتخلق مجتمعات وتنقل صناعه تصديريه مضمونه البيع، وتقدر تعمل طبقا لاتفاقيه النهارده التجاره العالميه، تقدر تعمل زي ما الصين بدات، تقدر تعمل ديسل تراخيص لكافه انواع اللي اسمها السلسله الاقتصاديه، ونجيب الموتور والباقي كله يتعمل في مصر، وبعد فتره تبقى انت من الدول المصدره لهذه النوعيه. بشكرك سياده المستشار، شكرا جزيلا سياده المستشار احمد خزيم رئيس منتدى التنميه والقيمه المضافه. وانا اتمنى، يعني احنا عرفنا خلال السنتين اللي فاتوا ان مرسيدس بنز الالمانيه الشهيره هتصنع في مصر، مش هتجمع، هتصنع في مصر، وده مهم جدا. في شركه فرنسيه تانية ربما تكون بيجو او ستروان، كان برضو في اتفاق مع الدوله على انها تبتدي تصنع في مصر. ونتمنى، احنا اوريدي في حاجات كتير بنصنعها بس اندر لايسنس، يعني بالترخيص من الشركات العالميه دي، وبتخش في العربيات في التجميع في مصر، فيبقى فاضل فعلا التفاصيل البسيطه زي ما قال سياده المستشار، ويبقى ان شاء الله مصر تدخل بقوه في صناعه مركبات النقل الجماعي والسيارات الملاكي وغيرها يعني. طيب، اول تصريح لي عقب نجاته من محاوله الاغتيال الفاشله، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بيقول على تويتر: أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة، ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، هذه الثورة محمية بسلميتها، كان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غد أفضل وسلام مستدام. حسابات عبر تويتر النهارده كانت بثت فيديو لموقع الانفجار اللي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أثناء توجهه لترأس اجتماع مجلس الوزراء، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث. دي بعض اللقطات الأولى من المكان اللي حصل فيه الانفجار، ونشكر ربنا على نجاة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك. والحقيقة انه كان الفريق برهان مع الرئيس السيسي في مداخلة تليفونية بالأمس، وأثناء الاتصال التليفوني طمأن الرئيس السيسي على ان مصر بثقلها مع السودان لكي تعبر المرحلة الانتقالية بسلام. طبعا كمية السلاح وما نبهنا إليه عبر سنوات طويلة وصلت إلى عقد كامل، السلاح الرهيب اللي كان مع وما زال مع الفصائل السودانية المتنوعة والقتال الدائر، والناس يعيني حالتهم الإنسانية والاقتصادية صعبة جدا، ومع ذلك بيشتروا سلاح، وعيال صغيرة بتقف على متريليوزات ورشاشات وحاجة يعني بيتم استخدام البشر في السودان بأسوأ ما يكون الاستخدام. وده الحقيقة الطريقة الجديدة في الحرب، بيسموها الحرب بالوكالة، ان انت كقوة عظمى عايز تبيع السلاح بتاعك، وعايز ان انت ما تخليش المنطقة دي مستقرة، لأن كل المنطقة دي مجاورة لإسرائيل، فلازم تظل منطقة متوترة دائما. يظل الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكبر والأكثر تفوقا، يظل الاقتصاد الإسرائيلي من أعلى الاقتصادات في العالم، وانت بتهد في اقتصادات الدول الأخرى، فتستخدم الناس، تقوم الناس على بعضها وتبيع السلاح وتقول لده ده جاي يقتلك، والتاني للأولاني جاي يموتك، بحاجة يعني صعبة جدا. نتمنى من الله أن تعبر السودان الشقيق هذه المرحلة بسلام، ومصر الكبيرة العظيمة ستظل كبيرة، تتغاضى عن أي تصريح فردي أو سلوك غير مسؤول، لمسؤول هنا لتصريح هنا لإعلام هنا. تظل مصر والسودان دولة وشعب واحد مقسوم يمكن في دولتين أو 3 دول، ومصر تقدم كل الدعم للسودان وجنوب السودان أيضا. وشفنا من يومين اللقاء برضو اللي كان على المستوى الرئاسي مع جنوب السودان. طيب، في تحدي جديد لقرارات الشرعية الدولية. وسائل إعلام إثيوبية نشرت صور حديثة لعملية البناء في سد النهضة الإثيوبي، وخلال زيارة قادة حزب الازدهار لموقع بناء السد تم التقاط هذه الصور بتظهر عدة زوايا مختلفة من عمليات البناء. أمام حضراتكم بعضها: التحركات الجديدة في الموقع، ما وصلت إليه عمليات البناء حتى الآن. الصور نشرها إقليم بني شنقول قمز في غرب إثيوبيا، وعنه نقلتها وسائل إعلام إثيوبية وصفحات إثيوبية على منصات التواصل الاجتماعي، بينما كان يجري استقبال وفد من حكومة بني شنقول قمز برئاسة حاكم الإقليم الشاذلي حسن ومسؤولين من حزب الازدهار الإثيوبي بزيارة موقع سد النهضة. طبعا انتوا عارفين ومتابعين معانا خلال الأيام الماضية انه نداءات دولية، الاتحاد الأوروبي مثلا كان بيؤكد على أثيوبيا امبارح وأول امبارح ان هي تعيد إعلان التزامها بعدم ملء السد وتشغيله بشكل منفرد بدون الوصول إلى اتفاق. كذلك أيضا الاتصال اللي جرى ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا السياق، واللي تم فيه شكر الجانب المصري على حسن النوايا التي تبدت فيه الإمضاء بالأحرف الأولى على الاتفاقية اللي بترعاها وزارة الخزانة الأمريكية، وانه ايضا امريكا بتقول وبتجدد التزامها بانه المفروض ان اثيوبيا ما تعملش ده من جانب واحد دون الوصول الى اتفاق. قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل ذكرت انه وقع هجوم صاروخي على قصر الرئاسة بافغانستان خلال اداء اشرف غني للقسم الدستوري. مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية كان قد أدان مؤخرا بشدة الهجوم المروع الذي شنه تنظيم داعش خراسان يوم السبت على تجمع في العاصمة الأفغانية كابول، عقد لإحياء الذكرى ال25 لاستشهاد عبد العلي المزاري، لافتا إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد 23 شخص وإصابة 33 بجروح جراء هذا الهجوم الإرهابي. وأوضح المرصد أن استهداف هذه الجماعات والتنظيمات للأبرياء في العالم يبرهن على فكرهم الظلامي العبثي، وأنها جماعات ضالة لا تعرف شيئا عن المبادئ والأسس اللي بتقوم عليها الأديان، وأنه هذا الهجوم ينم عن الضعف وليس استعراض للقوة بأي شكل من الأشكال. معانا الأستاذ محمود كمال الباحث المتخصص في شؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. مساء الخير يا فندم. مساء النور لحضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني هل نقدر نقول باعتبار حضرتك باحث في هذه الشؤون، نقدر نقول إنه انحصار العمليات الإرهابية، وإحنا نشكر ربنا طبعا، عن مصر وعدم قدرتهم على أي استعراض للقوة ولا التواجد ولا حتى بقى لهم مساحة من التعاطف مع الوجدان لهذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية، هل ده اللي بيخلي وتيرة الأعمال الإرهابية بتظهر في أماكن أخرى، ولا إيه تقييم حضرتك لهذه العملية وتوقيتها؟ يعني أولا لابد أن أوجه خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الذين استطاعوا أن يدحضوا الإرهاب ويدحروه وينحصر بل ينهزم، وهو بشهادة هيلاري كلينتون اللي قالت إن إحنا كنا نتمنى لولا 30 من يونيو لكانت داعش وصلت إلى مصر. طبعا خلي بال حضرتك إن إحنا دولة قوية قادرة عاصية على أي محاولات النيل منا. الحمد لله. تمام. بالنسبة لتوقيت العملية عايز أقول لحضرتك إن هناك صراع ما بين الجانب الامريكي وطالبان من جهه، وايران وروسيا والصين من جهه اخرى. تمام. لو نظرنا الى نهايه عام 1979 وبدايه عام 1980 عندما اعتمدت الولايات المتحده الامريكيه وصنعت القاعده وطالبان والتنظيمات الارهابيه، كان الهدف هو تدمير الاتحاد السوفيتي، وكان من خلال الحرب البارده. حاليا يعاد تكرار السيناريو. لكن اسمح لي يا استاذ محمود، اسمح لي اسالك، أين باكستان نفسها وأين الشعب الباكستاني اللي مقدراته بتضيع وشبابه بيروح وبدأ الأيام القليلة الماضية؟ وهتعرف مني الإجابة. اتفضل حضرتك بس في عجالة بعد إذنك. عجالة. أولا تنظيم خراسان هو التنظيم القادم بعد مرحلة داعش. تمام. ومدعوم من إيران. لو احنا شفنا كلنا هنلاقي إن البيان اللي نزل والداعمين لعبد الله اللي هو عمل قسم موازي لقسم أشرف غني، هتلاقيهم كلهم جماعات متطرفة مدعومة من إيران ومدعومة من طهران. أيوه. أما طالبان، الولايات المتحدة الأمريكية تريد استخدام طالبان من أجل فرض نوع من أنواع القوة والتفاوض مع روسيا والصين من أجل إيقاف طريق الحرير للصين، وفي نفس الوقت من أجل زيادة تضييق الخناق على طهران وعلى إيران. فإيران التي تعاني كثيرا سواء من فيروس كورونا أو المتظاهرات المتصاعدة، من الآخر أمريكا عايزة تشكل حكومة سنية تواجه المد الشيعي والمد الإيراني، وفي نفس الوقت توقف عملية الزحف في الصين نحو طريق الحرير. طيب. وللأسف أن باكستان وأفغانستان هي أرض خصبة للثروات، وهناك صراع نفوذ بين أمريكا والدول العظمى في هذه الدول من أجل البترول ومن أجل الطاقة. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ محمود كمال الباحث المتخصص شؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب. ومش عارف إلى متى تظل الشعوب يعني أسيرة لأنها تبقى ساحة للمعركة، ومعركة هي ليس لها فيها لا ناقة ولا جمل. يعني لغاية إمتى شعب باكستان وأفغانستان يظل يدفع الثمن، ودول وساحات كثيرة لمعارك بين إيران وبين تركيا، بين أمريكا وبين روسيا وبين، لغاية إمتى؟ لابد إن الشعوب تقوم وتنهض وتقول يلا نشتغل، يلا نبني بلدنا، يلا نبني السور، يلا نحط حدود، ولا أمريكا هتدخل ولا روسيا هتدخل ولا إيران تفتح بقها ولا تركيا تتكلم، ولا عايزين خلافة سنية ولا عايزين مد شيعي، وخلينا بقى نعيش، خلي ولادنا دول يعيشوا. ده إيه ده؟ ايه الافكار والعناوين اللي بيموت من اجلها عشرات الالوف ومئات الالوف ويغذيها قوى تدعي الحفاظ على حقوق الانسان في العالم؟ شيء عجيب يعني. طيب تم رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، ويأتي ذلك بهدف استكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في قضية 501/2020 حصر أمن دولة عليا. إيه بقى الموضوع؟ موضوع مهم جدا، مش خبر تسمعوه باللغة العربية ويعدي كده. الموضوع إنه هذا النائب طلب وتقاضى رشوة 300,000 جنيه وتم القبض عليه النهارده. استخدم نفوذه كعضو برلماني في التوسط لصالح إحدى الشركات لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لإنهاء إجراءات استصدار الموافقة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بصالحهم. وأيضا تم القبض على مسؤولين في حي المقطم سهلوا لنفس الشركة الحصول على إصدار ترخيص لإحدى منشآتها برشاوى بلغت أكتر من 1,000,000 جنيه. دكتور إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، مساء الخير يا فندم. ألو. أيوة يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك. مساء الخير يا أستاذ إيهاب. دكتور إيهاب، يعني أنا أعلم طبعا مشاعرك باينة من أول نبرة في صوتك، لأنه طبعا ده زميل في البرلمان وكلكم كنتوا بتشتغلوا مع بعض لصالح الوطن، لكن صالح الوطن يقتضي إن احنا نقول للغلط أنت غلط، فلو سمحت قول لنا ملابسات هذه القضية. هو ورد لمجلس النواب. اتفضل يا فندم احنا سامعين حضرتك. ورد لمجلس النواب طلب من النائب العام بطلب الإذن باتخاذ الإجراءات واستكمال الإجراءات في القضية اللي سيادتك قلت رقمها، ومرفق مع طلب النائب العام تفريغات لشهادة الشهود وما تم القبض عليهم. اتعرض على لجنة شؤون الدستورية والتشريعية بالأمس وحضر النائب جمال الشويخ وقال ان هو فعلا تقابل مع رئيس هيئه نظافه تجميل القاهره الكبرى، وايضا ذهب الى النيابه الاداريه للتدخل والتوسط في نفس الموضوع. دور لجنه شؤون الدستوريه والتشريعيه بينحصر فقط في بحث هل يوجد كيديه في الادعاء او الدعوه او الاجراء اللي بيتخذ ولا لا. تبين لنا ان ما فيش طبعا اي كيديه في الاجراء المتخذ. الحصانة البرلمانية بتبقى مش علشان شخص النائب، لكن بتبقى علشان ضمان استمرار سير العمل داخل المؤسسة التشريعية، والمؤسسة التشريعية حريصة على أن يخضع جميع المواطنين للقانون. احنا في دولة قانون، وبالتالي قررت اللجنة رفع الحصانة عن النائب، والجلسة العامة وافقت على تقرير لجنة شؤون الدستورية والتشريعية. ده بيؤكد ان احنا في دولة قانون ومؤسسات، وان لا تستر ابدا على اي شخص ممكن يوجه ليه اي اجراء قانوني في اي وقت من الاوقات. في كل الاحوال لجنة شؤون الدستورية والتشريعية ومجلس النواب طبقا للائحة لا يحكم على شخص النائب. لا نستطيع أن نبحث طبعا بشغلة القضاء مذنب أم غير مذنب. احنا فقط رفعنا الحصانة، والنيابة العامة وشأنها في استمرار التحقيقات، والقضاء المصري قضاء مستقل يحكم بما يظهر أمامه من أدلة ومستندات وقناعة لدى القاضي الجنائي، لأن القاضي الجنائي أيضا يعتمد على مبدأ الاقتناع الجنائي. لكن الموضوع المعروض علينا كان فيه شهادة شهود وتحريات من الرقابة الإدارية، وبالتالي تم رفع الحصانة. طب دكتور إيهاب معلش اسمح لي أسألك سؤال فني في عمل المجلس أو عمل اللجنة. هو دلوقتي أنتوا رفعتوا الحصانة امبارح وتم القبض على النائب النهاردة، هل بيحصل تحفظ بقى ما بحيث إن هو عرف خلاص إنه دي ماشية في سكة ممكن مثلا يقدر يعمل أي حاجة يغادر البلاد؟ مش بتكلم على الشخص ده بالذات، أنا بتكلم بشكل عام، ولا الإجراءات دي بتتم في سرية؟ حضرتك قلت لي إن أنتوا استدعيتوا النائب وإنه أقر بالواقعة. هو أقر بإن راح الأماكن دي، لكن ما أقرش بواقعة الرشوة. الحقيقة إني يعني طبقا للائحة بنبقى مضطرين إن نتبع إجراءات معينة، ونخطر النائب اللي مطلوب رفع الحصانة عنه عشان يحضر أمام اللجنة. ولو عنده أي مستندات أو دفاع أو دفوع بيقدمها قدام اللجنة عشان الرؤية تبقى واضحة. تمام. إذا كان في تلفيق أو كيدية أو غيره يعني. تمام تمام. لكن الجلسة العامة عندما تتخذ القرار ترفع الحصانة، وإذا صدر أمر بالضبط من النائب العام أو من النيابة العامة بيتم تنفيذه فورا يعني. طبعا مفيش إشكالية، ما بقاش في وقت في النص. بشكرك جدا دكتور إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية. و يعني في حاجة يعني عايز أقولها في الموضوع دوت، بس بلاش دلوقتي مش عشان الحادثة دي، لكن يعني أرجو إنه لما يبقى فيه طلبات أخرى برفع حصانات أخرى يبقى عندنا معلومات كافية من التأكد من كيدية هذه البلاغات من عدمها يعني. طيب تعالوا نرجع معلش لفيروس كورونا كوفيد 19، لأنه في إجراءات مهمة جدا تم اتخاذها في العالم مش بس في مصر. أسعار النفط العالمية بلغت 31% انخفاض، وده انخفاض كبير جدا ما حصلش من حرب الخليج من سنة 91. ده كان في تعاملات النهاردة أكبر خسائر من سنة 91 للنفط في العالم، لأنه كان في محاولة لاتفاق تحالف أوبك بلس لشأن خفض الإنتاج، ولما السعودية ما قدرتش توصل لاتفاق مع روسيا في هذا التحالف فخفضت الأسعار. وطبعا التخفيض ده أو الاتفاق ده كانوا هيعملوه علشان في ضعف شديد على الطلب العالمي على النفط بسبب تفشي فيروس كورونا. وطبعا انتوا عارفين ان الصين هي اكتر دولة بتقدم طلبات على النفط، فطبعا بسبب اللي حاصل عندهم خفضوا الطلب، وفي تداعيات سلبية كتير على اقتصاد الصين اللي هي اكبر مستورد للخام. تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين بعد الصدمة الناجمة عن هذا الفشل بسبب معارضة روسيا، وإن روسيا قالت إن ده سابق لأوانه وإنه مش دلوقتي نقدر نقيم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وقد يكون ده طبعا في مصلحة روسية. مؤسسات دولية زي جولدمان ساكس أشارت للتحذير بشأن تهاوي أسعار المعدن الأسود، وإنه ممكن يصل إلى أقل أو يصل لمستوى $20 للبرميل، طبعا بعد حاجة و40، طبعا ده رقم فظيع. وكالة بلومبرج الأمريكية وصفت ده بالانهيار الكارثي في أسعار النفط، وقالت أنه سينعكس على صناعة الطاقة العالمية بشكل عام، ويضر باقتصادات الدول المعتمدة بشكل أساسي على عائدات النفط، وهيتسبب في إعادة هيكلة شكل السياسات العالمية لما سيترتب عليه من تداعيات اقتصادية. معايا على الهاتف الأستاذ الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا استاذ ايهاب، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ماهر. يعني هذا الانخفاض غير المسبوق كيف يؤثر على مصر كاقتصاد دولة وعلى المواطن المصري؟ هل هيغير في اسعار النفط؟ الحقيقة التأثير بالنسبة لمصر ايجابي، لان مصر استهدفت اولا الوصول الى الاكتفاء الذاتي بمعدل إنتاج بلغ الآن حوالي 2 مليون برميل يوميا. فنحن لدينا إنتاجنا المحلي من النفط بلغ حتى الآن 2 مليون برميل يوميا، بما يحقق الاكتفاء الذاتي داخل مصر. تمام. لكن الصادرات من النفط هتتأثر طبعا لأنها هتتباع بالسعر العالمي اللي هو نزل. لا، احنا يعني تقريبا صادراتنا كلها مركزة في الغاز الطبيعي، وبالتالي التأثير على مصر ضئيل جدا. لو كان فيه كميات يسيرة من النفط يتم تصديرها فلن تؤثر مطلقا بالنسبة لمصر، لأن احنا معظم التصدير من الغاز الطبيعي، بينما النفط احنا بنستهدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي في الاستهلاك المحلي. ده الحقيقه ليه مردود جيد جدا في ظل رفع الدعم. الانخفاض العالمي للاسعار ينعكس بانخفاض الاسعار في الداخل، بما يحسن جدا من اقتصاديات انتاج السلع والخدمات. يرفع عن كاهل الجمهور أي زيادة أخرى نتيجة التخلص من الشريحة الأخيرة من الدعم. احنا لا يزال شريحة أخيرة من الدعم. أي. لو كنا تخلصنا منها في ظل الأسعار المرتفعة كان لابد هتزيد على المستهلك، كان هيحس بفرق كبير. لما انخفضت أسعار البترول شالت الشريحة دي خالص. تمام، يعني احنا تقريبا شهر 6 اللي جاي متوقع ان ترفع آخر حصة في الدعم، لأن الانخفاض الحادث في الأسعار العالمية للنفط أدت أداء إيجابي جدا بالنسبة لرفع الدعم عن المستهلك، بما لا ينعكس بزيادة على المستهلك، لأن أوريدي النفط نفسه انخفض، وبالتالي هو الدعم بيجي منين؟ إنه يبقى الأسعار عالية. بالضبط، الأسعار عالية والدولة بتحط فرق السعر الذي يجب ان يدفعه المستهلك. فلما بترفع الدعم بتشيل فرق السعر. طب دلوقتي انخفض السعر نفسه انخفاض جيد جدا، وبالتالي مسألة الدعم هنا بالنسبة لا زيادة مطلقا على المستهلك في ظل هذا الانخفاض في السوق العالمية. لكن لا نتوقع دكتور ماهر انه لجنة التسعير التلقائي اللي المفروض تنعقد كل 3 شهور تقدم لنا سعر تاني، او تقول كان المفروض ان احنا هننزل هيبقى كذا بس مع رفع حصة الدعم هنفضل زي ما احنا، مثلا عشان الناس تبقى فاهمة بس ايه اللي بيحصل. هو الحقيقة احنا ارتباطنا بالسعر العالمي بيخلي انعكاسات هذا على السعر داخل مصر هبوطا وصعودا. فأنا بس أخشى أقول إن ممكن تنخفض الأسعار في الداخل النهارده، نصبح بكره نلاقي أسعار النفط زادت طبعا، فنضطر نرفع الأسعار تاني. أنا مع اتجاه إن إحنا بنثبت الأسعار، ولكن لا زيادة بعد كده بالنسبة للأسعار لفترة طويلة، يعني تثبت الأسعار لفترة معقولة بحيث لا يعاني المستهلك من أي زيادات قادمة. انخفاض سعر النفط عالميا يساعد جدا على الوصول إلى هذا الثبات. طب دكتور ماهر احنا منتظرين حضرتك تنورنا عشان نتحدث في شؤون الطاقة بقى، من بترول وغاز وفحم وإشعاع ورياح وشمس وكل الحاجات الجميلة دي. أنا يسعدني جدا يا أستاذ إيهاب. شكرا يا فندم، جزيل الشكر الأستاذ الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمي. بالنسبة لفيروس كورونا أرجع تاني إنه حقيقة حاجة يعني مش لطيفة، إن منظمة الصحة العالمية أكدت إنه بات حقيقيا تحول انتشار فيروس كورونا إلى وباء، حيث أفادت قناة العربية في نبأ عاجل إن منظمة الصحة العالمية قالت إن خطر الوباء جراء فيروس كورونا بات حقيقيا، وطالبت الدول التي تشهد انتشار الفيروس بوقف الدراسة في المدارس وتعليق الفعاليات، والهدف الأساسي وقف الفيروس يعني ومنعه من الانتشار، وأنها تواصل دعمها لهذه الدول. وطالبت الدول التي تشهد الانتشار إيقاف المدارس وتعليق الفعاليات، وطبعا يعني نتمنى انه يكون ده يعني يكون ليه نتيجه طيبه. دكتور تادروس إدهانوم مدير منظمه الصحه العالميه بيقول ان 70%، زي امام حضراتكم التفاصيل، 70% من المصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ودي اخبار كويسه جدا. 70% من الرقم اللي تعدى يمكن 90,000 أو أكتر، 70% منهم تماثلوا للشفاء، دي حاجة كويسة خالص. وحذر إن خطر الوباء جراء الفيروس بات حقيقيا جدا، وقالت أمامنا المنظمة قالت أمامنا عمل كبير حول العالم لمواجهة الفيروس. وأفاد رئيسها مدير عام المنظمة خلال المؤتمر: نواصل العمل لإنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا عبر العالم. خريطة الطريق يعني نشوف لما يحصل ايه هنعمل ايه، لما يحصل ايه هنعمل ايه. ونعمل على تطوير اللقاحات وتنسيق البحوث لمواجهة كورونا. كنا سمعنا وقرينا انه الجيش الامريكي بدأ في انتاج لقاح وعلاج ومصل يعني لفيروس كورونا. رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، والتي تتضمن انتقال بأعداد كبيرة من المحافظات لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. الجهات المعنية هتتولى تنفيذ هذا القرار. الأستاذ حسني حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء الخير. مساء النور يا فندم. أستاذ حسني، يعني تعليق حضرتك على هذا الإجراء إنه إجراء احترازي، لكن كلمة تجمعات كبيرة ديت يعني هتترجم إزاي؟ يعني طبعا أول ما الذهن المصري هيتوجه هتبقى ماتشات الكورة مثلا، لكن لا ماتشات الكورة بدون جمهور، إحنا هنتكلم على احتفالات عيد الأم، على المترو، على القطارات، على السفر. ماتشات الكورة إيه حضرتك قلت إيه يا فندم؟ نعم؟ ما سمعتش. ماتشات الكورة إيه؟ ماتشات مباريات القدم بدون جمهور يا فندم. مش كان في السماح ب 30,000 لسه قريب؟ لا يا فندم، الماتشات بدون جمهور، الماتشات اللي بتتلعب بتبقى تبع نقول ايه الكاف او تبع حاجات دوليه يعني اخرى او الدوري الافريقيه كده بتسمح لها بالجمهور، اما الدوري المصري اعتقد ان هو من غير جمهور. تمام. حتى وقتنا. طب يعني احتفالات عيد الام يعني كان بيحصل تجمعات مثلا؟ انا بتكلم على احتفالات عيد الام، فرح اختك، فرح اختي، فرح الناس، فرح ده، اعياد الميلاد السعيده، اعياد عيد الام اللي احنا متعودين عليها. انا عايز ارجع اول حاجه اساسيه، احنا مش عايزين نشر الذعر والرعب والخوف والهلع اللي فيه ده، احنا بنخوف الناس. انا مش مع قرار رئيس الوزراء ان هو منع التجمعات وكده. طب يا فندم ده القرار بيقول منع التجمعات بكميات كبيرة يا فندم، والفرح ده وعيد الميلاد تجمعات كبيرة؟ ما الفرح ده مش تجمعات يا فندم يعني. لا مش يعني تجمعات كبيرة لما يبقى 100-150 شخص في قاعة، غير اللي قصادها رئيس الوزراء فيها آلافات زي المهرجانات الثقافية الناس البسطاء بيبقى 2000 فرد في الشارع موجودين، 1500 فرد، 1000 فرد، 500 فرد، انما ما ده تجمع. ايوه يعني ما هو ده يرجعنا يعني يا استاذ حسني، هيكون تجمع 4000 واحد فين؟ استاذ حسني ده بيرجعنا لعلامه الاستفهام الاولى اللي انا طرحتها على حضرتك، وهي مين اللي هيحدد من الجهه المعنيه المنوط بها تحديد هذا الرقم؟ نعم؟ انا عايز ارجع للسابق، انا برضو بقول لحضرتك انا مش عايز يبقى الفيروس ده مسبب الخوف والرعب والفزع بهذا الطريق. انا هرجع للسابق، ما كان قبل بقى التواصل الاجتماعي وقبل الفيسبوك وقبل الكلام ده، كان عندنا انفلونزا الطيور، وكان قبله انفلونزا الخنازير، وانفلونزا الخنازير ما توفى العديد من الناس، بس ما كانش الميديا او الاعلام حاطط الوضع بهذا الشكل الرعب. هو انا الفيروس موجود، موجود فيروس كورونا بالرعب اللي موجود في مصر، انا الرعب اللي موجود ده في بلاد اخرى، انا بعمل هنا حاجات احترازيه في الحجر الصحي اللي داخل لنا، حد داخل من خلال المطارات، من خلال المواني، لازم اتعامل معاه. انا المرض هنا مش منتشر، المرض هنا مفيش اصابات مصريين، انا بقى اخوف الناس بناء عن ايه؟ تمام. ايه الداعي ان انا اعمل رعب في الشارع المصري بهذا الشكل؟ تمام. انا بشكر حضرتك استاذ حسني حافظ عضو لجنه الصحه بمجلس النواب، وارجو يا جماعه تجيبوا لنا مصدر يقول لنا التجمعات الكبيره اللي موجوده في تصريح رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن اي تجمعات كبيره. انا اعتقد ان ده لا ينطبق خالص لا على فرح ولا على عيد ميلاد ولا على حاجه من اللي سمعناها دلوقتي، بس ايه هي الجهات المعنيه اللي هتنفذ هذا القرار زي ما طلع في قرار رئيس مجلس الوزراء عشان تقول لنا التجمعات الكبيره؟ يعني مهرجان انا افهمها، مهرجان في مكان مكشوف فيه 20,000 فيه 30,000، لكن شويه ناس يعني المترو الانفاق مثلا، القطارات بتاعت السكه الحديد، طب ما بيبقى في الافات في محطه مصر مثلا وكده، معنى كده هنمنع القطارات؟ طب ما كانوا قالوا هنمنع القطارات. الجامعات يوميا بيبقى فيها الافات، دي اذا قورنت باحتفالات الفرح ولا عيد الميلاد تبقى اضعاف اضعاف، ومع ذلك لم تعلق الدراسه بالجامعات. يبقى اكيد فهم تصريح رئيس مجلس الوزراء يحتاج الى تفاصيل اخرى. وزارة الهجرة تطلق آلية للتواصل مع المصريين العالقين بسبب كورونا في أي مكان في الأرض حيث وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتشكيل فريق عمل على مدار الساعة لاستقبال رسائل المواطنين وطلباتهم من خلال استمارة بيانات بتملأ على موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني البريد الإلكتروني egex.pcare2020@gmail.com وممكن عن طريق خدمة الواتساب على أرقام مخصصة لذلك. الحكومة ممثلة في هاني يونس المستشار الإعلامي رئيس الوزراء بيقول وبيؤكد كأنه يجيب تساؤلي من دقائق أن الحكومة لم تصدر أي قرار بشأن تعطيل الدراسة، وقال ما خدناش قرار في ده ولو خدنا هنعلنه، وقال كمان أن كان في إشاعات أن الوزراء منقسمين وأنه في وزراء عايزين يعلقوا الدراسة ووزراء لأ. ما حصلش هذا الانقسام لأنه ما كانش في اجتماع من الأصل، ولو في أي حاجة هنعلن. وكالة الصحة مع منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة المصرية بتعلن تعافي 12 حالة من فيروس كورونا، وما زال 43 يتلقون العلاج في المستشفى الخاص بالعزل في النجيلة بمرسى مطروح. يعني تم تعافي 12 حالة وده رقم كويس جدا جدا. احنا الحالات دلوقتي عندنا وصلت 55 حالة في مصر، مصريين وأجانب مع بعض، تم تعافي 12 حالة منهم، في 43 بيتلقوا العلاج مستشفى العزل في مطروح. الوزارة قالت إنه الرقم ده ارتفع لما وصل، يعني كان 45 وبعد كده زاد عليهم وبعد كده ارتفع الرقم لما تم الكشف عن 7 حالات، 4 أجانب و3 مصريين. وإحنا نتمنى السلامة للجميع، وعايزكم تشوفوا الحلقة اللي قلت لكم عليها في البداية، حلقة لا داعي للقلق مع الأستاذ الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية صيدلة الجامعة البريطانية في مصر ووكيل الكلية. 3 1 الظهر، 4 5:30 مساء، 5 8 إلا تلت مساء، 10 مساء، لأنه حقيقة هتعرفوا فيها كل التفاصيل عن هذا الفيروس ومش هتحسوا بأي قلق ولا أي خوف ولا حاجة من دي خالص. طيب، محكمة جنايات القاهرة منعقدة في العباسية النهاردة قررت معاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بحادث قطار محطة مصر. فاكرين لما قالوا الجرار اتشال منه وسائل الأمان عمدا والسواق نزل وعدى الناحية، فاكرين القصة دي؟ كان حادثة كبيرة وحصل فيها وفيات وحصل فيها إصابات. فالمحكمة النهاردة حكمت على المتهم الأول بالسجن المشدد 15 سنة وألزمته بدفع تعويض حوالي 9 مليون جنيه 8,888,000، والمتهم الثاني والثالث 10 سنين، المتهم الرابع والخامس والسادس 7 سنين. المتهمين بيواجهوا تهم الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل وتزوير التوقيع في دفتر الحضور والانصراف. تحقيقات رئيس النيابة الكلية شمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة بتقول إن المتهم الأول اللي هو سائق الجرار عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطار وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته فأفقدوا منفعته، وهو إيقاف الجرار أثناء انفلاته بدون فائدة، وتلاعب كمان مجموعة حركة زراع العاكس واللي مكنوا من استخلاص هذا الزراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة. يعني ساب الجرار من الآخر يتحرك لغاية لما يلبس ويودينا في داهية. ونتج عن ذلك الوفاة والإصابة. قالت كمان التحقيقات إن المتهم الثاني سائق جرار زور في وضع امضاءات بصفحة دفتر التوزيع السائقين والمساعدين بأنه زور توقيع المتهم الرابع سائق الجرار بيفيد أنه هو استلم مهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار لاستكمال طاقم العمل. طيب، احنا معانا سيادة النائب أحمد العوضي. مساء الخير يا فندم. نور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. من فضلك يعني الخبر بتاع تصريح رئيس مجلس الوزراء بايقاف الفعاليات ذات التجمعات الكبيره للمواطنين، الجهات المعنيه اللي هتحدد هذه الاعداد ممكن تكون في حدود ايه مثلا؟ تجمعات كبيره، ويعني يقصد بيها التجمعات اللي هي دي اجراءات احترازيه بغرض ان هو طبعا المرض منتشر في كثير من بلاد العالم. يعني ايوه، يعني حضرتك تتوقع ان هذه التجمعات يكون قوامها قد ايه؟ علشان احنا من شويه كان معانا مداخله واتقال فيها انه ليه نخوف الناس ونقول له ما تعملش عيد ميلادك وما تعملش فرحك، هل هذا هو نوع التجمعات اللي يقصده رئيس مجلس الوزراء؟ طب ما كان علق الدراسه في الجامعات. يعني هو رئيس الوزراء صرح بان هو ما فيش افراح ولا في مناسبات اعياد ميلاد والكلام ده. المقصود بالتجمعات تجمعات كبيره يعني في بغرض انها تحد من موضوع ان يحصل فيه عدوى او انتشار للمرض. يعني ممكن نفهم ده مثلا زي الموالد مثلا يبقى فيها عشرات الالوف من الافراد، التجمعات الكبيره يعني. ده الكلام المنطقي. طيب انا بشكر سيادتك جدا. احنا في بلاد جنبينا يعني مجاوره لينا علقت موضوع الدراسه والكلام ده زي السعوديه ربنا يرحمنا يا فندم وما يوصلش ده لعندنا. وطبعا يعني 55 شخص يعني في 100 مليون ده رقم ضئيل جدا، يعني نشكر الله. يعني مصر الحمد لله محفوظه ان شاء الله. امين. شكرا جزيلا سياده النائب احمد العوضي. شكرا جزيلا مشاهدينا لوجودكم معانا في هذه الفقره الاخباريه. فاصل قصير ويكون معانا ضيفنا للحوار في هذا اليوم. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضراتكم معانا في فقرة الحوار لهذا اليوم من مساء الخير. الحقيقة انه العلاقات المصرية الافريقية شهدت طفرة نوعية في بدايات وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي حاجة الحقيقة لابد ان كلنا نعترف بيها، ويمكن افكر حضراتكم بلقطة لما كان في احتفال كبير في أحد القصور الرئاسية بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذهلنا كلنا بكثير جدا من القادة الأفارقة موجودين في هذا الاحتفال، وقلنا دي بداية عصر جديد في علاقات مصر أفريقيا. احنا دلوقتي عندنا تقاطعات في علاقاتنا، مصر والسودان شمال، مصر وجنوب السودان، مصر أثيوبيا، مصر كثير من دول القارة دي بالذات. للحديث حول هذا الموضوع بيشرفني جدا يكون معايا دكتور محمد عز الدين حسن، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين الكرام. منورنا يا فندم. الله يخليك. دكتور محمد، أفريقيا بتمثل إيه بالنسبة لمصر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني إذا قلنا أفريقيا هو الامتداد الطبيعي، هو أهم دائرة انتمائية، هو التواصل الاجتماعي، هو يعني صلة الرحم الحقيقية ما بيننا وما بين الأشقاء الأفارقة، وبتمثل نهضة مصر قديما وإن شاء الله نهضة مصر حديثا. صحيح. فيعني أعتقد أن مصر أصبحت مصر بأفريقيا، ومصر ستكون مصر بأفريقيا بإذن الله. حضرتك بتشتغل في الدراسات الأفريقية والعلاقات المصرية الأفريقية بقالك كام سنة؟ حقيقة يعني إشهار المؤسسة كانت من 2013، لكن قبليه من 2010 ابتدينا شغل في الشأن الأفريقي. حقيقة طبعا يعني الشغل على أرض الواقع كأفريقيا والمحافل الأفريقية في أرض مصر بدأت تزدهر من 2015. لكن حضرتك كنت بتقول لي قبل الهوا على طول بكلمني عن حلمي شعراوي وعن يعني مؤسسي الرعايات الجمعيات المدنية ديت ما بين الدول، أهمية منظمات المجتمع المدني وهذا النوع من الجمعيات في الروابط الأفريقية إيه؟ طبعا احنا يعني زي ما بيقولوا كده اهم، يعني هناك مثلث للتنمية تتكون من ثلاث أضلع، هو المنظمات المجتمع المدني على يمين المثلث، والمؤسسات الخاصة والقطاع الخاص على يسار، خاص كشركات على يسار المثلث، والقاعدة هي الدولة. إذا اتكلمنا عن تنمية، سواء تنمية علاقات أو تنمية داخل الدولة أو تنمية داخل القارة، فلا بد من التطرق إلى منظمات المجتمع المدني أو الأهلي. لو ما فيش هذا الضلع إذن المثلث لن يكتمل. فبالتالي أعتقد أن حصان طروادة أو الكارت الرابح الحقيقي في العلاقات ما بين الدول هو العلاقات الدبلوماسية الشعبية. والدبلوماسية الشعبية أو الدبلوماسية العامة أساسها منظمات أهلية بتعبر من الدولة إلى الدولة الأخرى، بتعمل علاقات شعبية، بتعمل علاقات مع المؤسسات الأهلية مع الدولة الأخرى، بالتالي بتوصل للشعوب أكثر، فالشعوب تؤثر على القادة والحكومات بالإيجاب للتعاون مع الدولة الأخرى. فبالتالي أعتقد أن عصب التعاون وعصب التنمية وعصب كل شيء هو المؤسسات المجتمع الأهلي. دكتور محمد، حضرتك أكيد كمان من قبل 2010 حضرتك دراساتك المتخصصة في هذا المجال، حضرتك قلت لي الأنثروبولوجيا الإفريقية، يعني المجتمع الافريقي وايه اللي بيأثر فيه الانسان الافريقي وسيكولوجيته وتفكيره واحنا جزء من وتقاليده اكيد يعني طبعا. يعني الانسان اذا بدأنا دراسه حقيقيه للانسان الافريقي هنبدأها من مصر، لان تحت كل يعني جلد الانسان المصري سواء ابيض او اسود هو افريقي. فبالتالي سيكولوجية الإنسان المصري هو في الطبيعي امتداد أفريقي حقيقي. يعني مفردات الحياة الثقافية المصرية لا تختلف كثيرا عن الأشقاء في السودان أو الأشقاء في تشاد أو الأشقاء في أثيوبيا. إن كانت بعض القبائل متمسكة بالعادات والتقاليد الحقيقية كما أنزلت عن أفريقيا، مثل نظام قبلي أو بالظبط، مثل أو الشعوب مثل النوبة والبجا وسيوة، إلا أن باقي الشعب برضو متأثر بالثقافة والعادات والتقاليد الأفريقية بشكل حقيقي وبشكل مستمر في حياته اليومية. يعني الكرم أفريقي موجود الحمد لله في مصر مع الأشقاء في العرب. كذلك طريقة الزواج عندنا برضو يعني بترمي إلى الجنوب وبترمي إلى دول الجنوب في شرق أفريقيا، سواء السودان أو أثيوبيا أو أريتريا. احنا مفرداتنا الحياتية الحنة وطقوس الزواج برضو أفريقية، ثقافة مشتركة كتير، ثقافة مشتركة فولكلور وتقاليد عايشة، ولكن فاضل إن احنا يعني نربطها حقيقيا ونشوف الرابط الحقيقي اللي ما بيننا، ونقول دي متاخده في الاساس من هنا، دي متاخده في الاساس من الدوله دي، او مصر ادت للدوله دي. مش لازم احنا نكون، لا ده تبادل، بتكون تبادل. وخاصه احنا لو يعني درسنا مصر من اهم المراكز الثقافيه اللي اتنشر منها الثقافه والعادات والتقاليد إلى العالم أجمع. يعني مصر دولة حضارة قديمة بتنتشر منها الثقافة وهي من أهم المراكز الثقافية اللي أعطت للبشرية. فبالتالي احنا يعني بنقول إن هذه الحضارة الموجودة على أرض مصر هي حضارة أفريقية، فبالتالي الإنسان الأفريقي حامل للثقافة الأفريقية وممارس للثقافة الأفريقية وممارس حقيقي لمفردات الحياة اليومية والثقافية للإنسان الأفريقي. طيب، الحضارة الأفريقية، الثقافة الأفريقية، التقاليد الأفريقية زي ما قلنا في الجواز وفي الميلاد وفي الوفاة بالضبط، كل هذه الروابط بالإضافة للتاريخ والمصير المشترك. حضرتك بصراحة كنت بتشعر بإيه في الفترة اللي كانت مصر علاقاتها الأفريقية ضعيفة وكان فيها إهمال شديد؟ وقول لي حسيت بإيه مع يعني شمت النفس ديت، وإنه مصر خلاص أدركت إن عمقها الأفريقي أهم الأعماق بالنسبة لها. خلينا أترجم لك الكلام ده فعليا، لأن يعني أنا دايما بقول الإنسان هو الترمومتر أو المقياس الحقيقي لتوجه الدولة. صحيح. زمان احنا في 2010 11 12 كنا بنعمل مؤتمر مثلا عن أفريقيا، بنتكلم عن أي موضوع أفريقي، ما كناش بنلاقي رواد حقيقيين أو حتى حد يسأل عن شيء، لأنه هم كانوا بيتلقوا الشيء ومستغربينها. بعد 2015 2016 ابتدينا يعني يدوب نفكر نعمل مؤتمر، او هم الرواد يسالوا امتى هتعملوا مؤتمر عن افريقيا، امتى هتعملوا مؤتمر عن دوله كذا، طب عايزين نتكلم عن كذا. فاصبح الانسان المصري بعد 2015 اكثر درايه بافريقيا واكثر اهتماما وده في حد ذاته تقليد افريقي، اللي هو فكرة ان العيلة تقعد مع بعض نشوف مشاكلنا رايحة فين وايه اللي ناقصنا. بالتالي التوجه سواء على رأس الدولة هو فعليا ابتدى الشعب يحس بالكلام ده، وابتدى هو كمان يدور عن القارة بتاعته وعن اهم دائرة انتمائية ليه هي افريقيا. 2015 لكن أكيد سبقوا في دواير السياسة الأفريقية إعداد كبير عشان نوصل على السطح في 2015 لغاية لما وصلنا لرئاسة الاتحاد الأفريقي بعد ما كانت عضويتنا فيه معطلة. هقول لحضرتك طبعا احنا يعني خلينا أكون منصف وأكون يعني بعيدا عن المزايدة أو جمالات أو المجاملات. الإدارة الحالية، إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدرك تماما مناطق القوة لمصر وأدرك تماما الإخفاقات السابقة للأنظمة السابقة، وابتدى هو فعليا يعالج الموقف المصري تجاه كل القضايا. ابتدى يتحسس فين المشكلة وابتدى يحلها، وده هتشوفه في حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول مرة. أعتقد أن كان في 40 دولة أفريقية، كان مشهد لافت للنظر يعني. والرؤساء الأفارقة جم باركوا وهنوا واحتفلوا بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي الانتخابات الأخرى برضو كان نفس هذا المشاهد. خروجنا من الاتحاد الأفريقي هو ده يعني ده ميثاق الاتحاد الأفريقي، إن أي دولة يحصل فيها أي قلاقل إن هم بيوقفوا عضويته. احنا نقدر نقول إيه الإنجاز؟ إن ما طولش الموضوع وابتدوا يحطوا إيديهم على الحقائق وقالوا خلاص. لا، وإن احنا من الخروج لرئاسة الاتحاد في فترة واحدة بالظبط، وإن احنا نقدر نقنع العزبة الأفريقية والأشقاء الأفارقة إن احنا نستطيع أن نقود في هذه الفترة. صحيح. دي كمان كان إنجاز حقيقي. طيب داخل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أهم الإنجازات اللي حققناها دي كمان لوحدها إنجاز آخر. يعني نقدر نفرد له أيام في الحديث عنه. فبالتالي أنا أعتقد. طب إيه أهم ملامح هذا الإنجاز؟ أهم ملامح هذا الإنجاز هو التحدث عن الإنسان الأفريقي، هو الوصول إلى صيغة اقتصادية واستثمارية للأفارقة وصيغة خطابية للمستثمر الأوروبي أو الغربي، إن الأفارقة يتبنوا هذه الصيغة من مصر. وده كان في مؤتمر الاقتصادي اللي تم في شهر 11 السابق في 2019 لما في العاصمة الإدارية، لما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن العالم بيستفيد من الكاكاو الأفريقي ب 95 مليار، ما بتجيش لأفريقيا غير 5 مليار. فهو أعاد صياغة أو بروتوكول أو اتفاقية مع الدول اللي هتستثمر وهتستغل موارد أفريقيا، إزاي تستغله وإزاي إحنا نستفيد من ال 95 مليار ويجي لنا جزء حقيقي حتى لو مش هيتم التصنيع. صحيح. داخل القارة الأفريقية. فبالتالي أعتقد إن زمان كانوا يضحكوا علينا بصراحة كده، يقول لك الميزان التجاري بيننا وبين أمريكا مش عارف كام مليار، مش عارف الميزان التجاري ده احنا بناخد منه كام وهم بيستفيدوا منه كام. بالظبط، هم كانوا بيستنزفوا افريقيا، واحنا في رئاسه مصر الاتحاد الافريقي وصلنا لصيغه ما بيننا وبين الاشقاء الافارقه ان هم إذا كانوا هيستفادوا من المقدرات الأفريقية فلا بد إن احنا نكون المستفادين الأوائل من هذه المقدرات. طب تعالى ناخد بقى التقاطعات السريعة والتطورات اللي حصلت ما هم برضو العالم مش هيسيبك انت تتوجه لعمقك الافريقي وتبقى افريقيا هي القاره القادمه واجنده 2063 والتجمعات الاقتصاديه الثلاثه الكبيره اللي اتعملت. فطبعا في ضرب جامد واحيانا تحت الحزام. امبارح كان في محاوله لاغتيال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، الحمد لله نجا منها، ومصر اكدت، ومصر كبيره مش سهله يعني، مش صغيره تتغاضى عن تصريح هنا أو هناك أو تعليق على شيء أو موقف مش منضبط مثلا لمسؤول ما، لكن أكدت والرئيس أكد قبلها في الاتصال مع الفريق برهان بأن مصر مع السودان حتى تجتاز المرحلة الانتقالية بسلام. اتكلم عن المكونات المجتمع السوداني زي ما حضرتك تعرفها وايه اللي بيحصل. يعني اي حد في العالم يتخيل انه يا سلام دول اكيد فرحانين قوي ان السودان اخيرا هتبقى بلد سلام. طيب السودان طبعا دولة كبيرة، التقاطعات الثقافية فيها كثيرة جدا، يعني ممتدة شرقا وغربا، وكمان الايديولوجيات كثيرة. ولكن اهم نقطة في محاولة الاغتيال لابد ان اصابع الاتهام الاولى تتوجه للنظام البائد او النظام السابق، عمر البشير، نظام الرئيس السابق عمر البشير. ليه؟ لان هناك زي ما بيقولوا كده مقاصد لقطع دابر النظام السابق من كافه المؤسسات، فالفوضى في مصلحته من كافة المؤسسات، إن هم بيحاربوا النظام السابق في كافة المؤسسات، سواء الخارجية أو الإعلام أو الداخلية أو في كافة المؤسسات. ده لابد إن هيبقى فيه مشكلة حقيقية ومواجهة، فبالتالي لابد إن هيبقى فيه محاولة اغتيال، بل محاولات اغتيال. يعني إن هي تأخرت كمان، الواحد كان بيتساءل يعني هم ساكتين ليه النظام البائد؟ لا، ده في محاولات هتحصل، وفي حاجات كتيرة جدا المفروض هتحصل، لأن الخطوات اللي بيقوم بها الدكتور حمدوك في رئاسة وزراء السودان أعتقد إن هي خطوات كبيرة جدا، وكمان رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، وكمان فك الحصار الأمريكي عن السودان. دي لوحدها هزت النظام السابق، وشافت إن نظام حمدوك ونظام قوى الحرية والتغيير هتوصل للنجاح، فبالتالي لابد ان هم يوقفوا. بالظبط، تعويق. طيب. هستأذن حضرتك، هاخد تليفون من سيادة اللواء هشام الحلبي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. عايز وحضرتك طيب يا فندم، عايز اعرف تعليق سيادتك على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالامس. طبعا هو الارهاب موجود في المنطقة باشكال كتير. أيه. الحمد لله ان احنا في مصر تغلبنا عليه وسيطرنا سيطره عليه جدا على الحدود. أيه. لكن خليني اكون امين مع حضرتك، وان ما زال موجود في المنطقه، واحد الحقيقه الاهداف الارهاب مش بس ارهاب المواطنين بصوره مباشره، المواطن اللي في الشارع، لكن استهداف قيادات معينه في بعض الدول. أيه. وهذا الاستهداف للقيادات هو بيرجع عدم الاستقرار مره اخرى للمشهد السوداني. بالظبط كده، لان هو دايما هو حصلت ثوره وانتقلت السودان دوله شقيقه من حاله الثوره الى حاله الدوله. يعني في حكومه، في رئيس حكومه، في مجلس بيدير، وبالتالي هتبتدي تتحقق طموحات الشعب السوداني واهدافه اللي طلبها اثناء الثوره. طبعا استهداف هذه. الو، يبدو ان احنا يعني فقدنا الاتصال بسياده اللواء هشام الحلبي. على العموم انا بشكر سيادتك على وجودك معانا. دكتور محمد، ارجع لحضرتك عشان اسالك، احنا يعني حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان احنا تصورنا ان المحاولات الاغتيال دي اتاخرت، مع انه الفتره الانتقاليه يعني ما بقالهاش 6 أشهر ومتوقع لها 3 سنين وشويه، 39 شهر يعني. هو النظام كان معتقد ان قوى الحريه والتغيير بقياده الدكتور حمدوك كانت هتقع في من نفسها الشعب هيوقعها مثلا، أو مش هتوصل لبعض نقاط النجاح. هي لسه وصلت، هي لسه ما نجحتش يعني. في الشعب السوداني داخليا بيعاني من المعيشه طبعا، ولكن نجحت في رفع. بالظبط، ورفع الحصار، رفع اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب، ابتدت تصلح علاقاتها مع دول كتيره جدا. صحيح. كانت منقطعه، الاعتراف الدولي، اعتراف دولي بوجود حكومه ومجلس سيادي في السودان. بالزبط. كل ده يعني انجازات سنوات حكومة حمدوك ابتدت ده كان غير متوقع، وده طبعا اربك النظام السابق، فنشتغل في الارهاب بقى، فابتدى يعوق الكلام ده. هل هو ما بدأهاش بالاغتيالات، هو بدأها بمحاولة زعزعة الاستقرار في بعض المناطق. حصل في غرب السودان أكثر من تفجير وأكثر من محاولة اقتتال قبلي، وحصل في شرق السودان كذلك، في الوسط بعض المناوشات البسيطة ومحاولة خروج للثورات. كل ده ما جابش ثماره، فابتدى النظام السابق إن هو يبدأ في المحاولات. أنا يعني أعتقد إن كل مؤشرات الاتهام ما تخرجش عن النظام السابق. لكن هل محاكمات رموز هذا النظام تسير على قدم وساق، وأدائها ومراحلها الزمنية، ما ده برضو مؤشر كويس، لأن هتظل سياسة سيب ونسيب دي لغاية لما يدرك على الأقل المؤيدين خارج السجون إنه خلاص بقى إيه، هيتخلوا عنهم لأنه محاكمات جادة. هو لا، في يد الحكومة حمدوك كثير من أوراق اللعب مع النظام السابق. عندهم مثلا المحكمة الدولية، وده يعني ممكن كارت يلعب بيه مع النظام السابق في إنه هو يقر تماما ويقول أنا هسلم الرؤوس المطلوبة للمحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، هسلمهم البشير وأعوانه. طب وليه الجنائية الدولية مش أشرف إنه يسلموا لدولتهم نفسها تحاكمهم؟ والله هم عارفين طبعا إن البشير كان صادر حكم ضده بالمجرم حرب من زمان. هم بيحاكموا داخل السودان وهم في سجن كوبر زي ما بيقول. طب يعني هرجع مع حضرتك لنقطة بقى شديدة الأهمية، طالما حضرتك يعني داخل في عمق تفاصيل المجتمع السوداني كده، بس هخرج لفاصل إعلاني وارجع أسأل حضرتك عن لماذا لم يسلم عمر البشير بعد استصدار حكم من المحكمة الدولية في لاهاي، محكمة العدل الدولية، بأنه مجرم حرب ومطلوب القبض عليه فورا من سنوات عدة. نخرج بفاصل إعلاني ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور محمد عز الدين حسن، رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية لاستكمال الحديث حول شواغل القاره السمراء من قلب مصر. دكتور محمد، كنا توقفنا عند سؤال حول عمر البشير ولماذا لم يتم تسليمه الى الجنائيه. اتفضل حضرتك. اولا الاشقاء السودانيين عندهم يعني حميه للسودان نفسه، وده اللي بيعجبني فيهم، ان هم مش عايزين يعني حتى لو في اصوات بتنادي بتسليمه والتخلص منه وان احنا نسلمه والى اخره، الا بعض الاصوات بتقول لا، احنا نحاكمه داخليا وبايدي سودانيه. ده في المقام الاول. في المقام الثاني هناك مشاورات ما بين النظام الحالي في السودان وما بين منظمات دولية لكسب أكثر يعني زي ما بيقولوا كده مفاوضات، يعني لأكثر تحقيق أكبر مكاسب ممكنة، المكاسب حتى يتم تسليمه إذا. لكن هو عمر البشير في حد ذاته مش هو الأزمة كشخص، لكن احنا بنتساءل يعني هل الدول الكبرى اللي عملت على الربيع العبيط اللي حصل لنا ده وحصل في كل الدول دي ما كانتش قادرة مع رئيس دولة، هو أكيد بالقطع كانوا بيحقق مصالح للقوى الكبرى يعني استمرار وجود الإرهابيين. دايما بسأل نفسي سؤال، إذا كانت فعلا أمريكا والدول العظمى كانت ضد نظام البشير وكانت تعمل ضده، لماذا لم يتم الإيقاع به؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، إذا كان هو ما بيحقق لهمش بعض الطموحات، لماذا لم يتم التخلص منه؟ رقم ثلاثة، طيب ما الفائدة من وجوده؟ لأنه هو كان بيحقق أكبر مكاسب لأفريقيا من وأشرف على التقسيم من فوق أعداء ومن تحت هو يلبي مطالب الغرب، وإلا ما كانش قعد 30 سنة في الحكم، برغم إن هو فشل في النظام في إدارة السودان ووصل السودان حالة من الفقر وحالة من الفوضى وحالة من التردي الحقيقي كبنية تحتية وكنظام معيشي للإنسان السوداني، برغم أن السودانيين لا يستحقون ذلك. طبعا ده دولة مليانة ثروات وإمكانيات وخير وقوة بشرية وجو وكل حاجة يعني ومواني شعب أكبر شريحة فيه من الشباب، أرض خصبة، إنسان طيب مثقف، صحيح إنسان طيب عنده نوع من أنواع التكافل الاجتماعي، وده أكبر نقطة صحيح تخلي الدولة تنهض، إن في تكافل اجتماعي. يعني يعني ما وصل يعني مش هتلاقي عدد من الأسر مرمية في الشارع، لا هيبقى بيبقى في تكافل. دي من مميزات النظام القبلي برضه بالظبط. الشعب السوداني عموما هو كان عنده تكافل اجتماعي يعني. لكن بتتوقع ايه يا دكتور محمد، هنكمل ازاي في السودان؟ لانه احدى الدول العربية مش هقول اسمها بعد كل الزيطة بتاعت وقوع النظام راحوا جايبين النائب بتاع الحاكم، وحضرتك عارف انا بتكلم على مين. فيعني هل تتوقع ان احنا هنسير في نفس الطريق، ولا يبقى في تغيير حقيقي في السودان؟ وده مهم جدا بالنسبه لنا. السودان حاليا بيتعامل مع كافه الاتجاهات نحو مصلحته. النظام الجديد لا يحابي احد، هو يتحدث عن مصلحة السودان في هذا يعني نظام مدني بجد، يعني نظام مدني كويس ويبحث عن مصلحة السودان في هذه المسألة وفي هذه الاتفاقية وفي هذه المحادثة، هذه السياسة. ولكن في بعض الأحوال، في بعض الأحوال البسيطة ممكن يميل للشارع، يحقق نوع ما في غرض ما بتمريره موضوع معين لجلب أكثر شعبية في الشارع وكده. فبالتالي لكن جزء من السياسة برضه، أنا عارف حضرتك بتلمح لي، جزء من السياسة إن أنا أحترم الجارات بقى واللي بيسندوني طول العمر، وفي تاريخ مشترك والله عن شعب واحد طول عمرنا. هقول لحضرتك حاجة، مصر والسودان عشان نكون بنتكلم حقيقي وعلى أرض الواقع، هما دولتين جارتين، ولكن أعتقد الشعب واحد. يعني ما يؤلم السودان سيؤلم مصر طبعا، وما يؤلم مصر سيؤلم السودان. لكن النظام البائد السوداني عمل على مدار 30 سنة إنه يشتغل على كيف يخرج من فؤاد وعقل السودانيين والشباب السوداني اسم مصر طبعا، وأصبح يغذي ما دون ال 35 سنة حاليا، اللي عنده 35 سنة فأقل ابتدى يتغذى على إن مصر واقفة ضد مصالح السودان. يعني أنا حافظ الاتهامات التي توجه لمصر. مصر قسمت جنوب السودان، مصر عملت على إثارة الفوضى في غرب السودان ودعمت المتمردين، مصر في الإعلام بتشتم السودانيين أو بتقل من الشعب السوداني، مصر. أنا حافظ الجمل والاتهامات، لكن خليني أرد عليكم. الإعلام المصري لم يكن موجه من أي جهة في الإدارة المصرية. خلينا أرد على الإخوة والأشقاء السودانيين، ما فيش جهة وجهت الإعلام المصري وقالت له لا والنبي خش اتكلمي عن السودان والشعب. ده بالعكس، ده الجهات العليا وجهت. إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرة طلع وقال يا إخوانا الإعلام، أرجو أن الإعلام ينضبط، فأكثر من مرة حاول الرئيس واتكلم عن الإعلام وما يفعله الإعلام وما يعني يضر الإعلام في على أرض الواقع، رغم الترشقات من الإعلام السوداني ورغم الترشقات. وقال أن الإعلام، هو فعليا قال الإعلام يعني لابد أن هو ينضبط. فبالتالي خلينا نتكلم، إذا مصر بتدعم دارفور أو المتمردين في دارفور، هم يعني لقوا دبابتين بس. دي اتهامات، هم دبابتين بس، فأكيد. خليني أنقل على تونس، لأن أنا فاضلي 12 دقيقة وعايز أخد يعني من علم حضرتك وخبرتك في حتت كتير في أفريقيا فيها مشاكل. يعني اللي بيحصل مثلا تفجيرات في محيط السفارة الأمريكية يوم الجمعة اللي فات، شخصين انتحاريين فجروا نفسهم جنب دورية أمنية للسفارة الأمريكية. يعني تونس دولة تعتبر مستقرة إلى حد كبير منذ الإطاحة بزين العابدين، وكانوا بيعايرونا بتونس ويقول لك شفت انتوا لسه ما عملتوش الاستحقاقات، هم خلصوا رجعنا تاني في تونس واللعب بتاع الإخوان الإرهابية في تونس. تونس دولة جارة لليبيا، وليبيا حاليا يعني نوعا ما القبضة الأمنية ضعيفة فيها خاصة في غرب ليبيا أو طرابلس، وحاولوا ان هم ينقلوا الارهاب داخل مصر، لكن الحمد لله القبضه الامنيه في مصر كانت شديده ومراقبه الحدود كانت شديده، فبالتالي الدوله الجاره والاقرب ليهم وقبضتها الامنيه يعني تكون مش هشه، لكنها مش زي مصر كانت تونس، فبالتالي الجبهات الارهابيه اللي داخله في ليبيا لابد ان هي تنقل بعض الاحداث في الدول الجوار. ايوه، لكن تونس اللي كانت بتزهو قبل حكم الارهاب والنهضه والكلام ده، تونس اقول بس اكمل لحضرتك عشان تفهم قصدي. تونس كانت بتزهو بان هي دوله سياحيه من الطراز الاول، بان هي الدين منفصل فيها عن الدوله ناجحه جدا، يعني عندهم اكتوبر ونوفمبر عندهم استحقاق انتخابي. بتتصور انتخابات الرئاسه رايحه فين في تونس؟ تمام. هو طبعا يعني اعتقد ان الانتخابات في تونس هتاتي بثمارها، وهينتخبوا حكومه مدنيه وحكومه يعني متوافقه اكثر من الموجوده كمان. خلينا اقول ان تونس حاليا اكثر عرضه للارهاب بسبب ليبيا فقط لا غير، وكمان بسبب بعض الاحداث الداخليه اللي عايزين يبرزوا فيها دور بعض المنظمات اللي موجوده، فبالتالي اعتقد ان تونس يعني حتى بعد التفجيرين دول هتنهض وهتبقى كويسه وهتوصل ل بعد الاستحقاقات دي. بعد الاستحقاقات دي لما تكتمل هي برضو محاولات يعني انفاس اخيره للمناوئه يعني. وكمان برضو يعني كل الايديولوجيات برضو كتيره في تونس. ايوه طبعا. فبالتالي يعني هيحصل فيها بعض عايز انقل على اثيوبيا علشان الوقت، طبعا كنت اتمنى اقدر اتكلم على الجزائر وبعض الدول برضو اللي فيها نفس الشواغل المشابهه، لكن اثيوبيا مصر بدات جوله خارجيه مكثفه لحوالي 11 دوله بيقوم بيها سيادة الوزير سامح شكري. راح العراق وراح الكويت النهارده وراح امبارح الأردن قبل العراق، برسائل شخصية من الرئيس السيسي لقادة هذه الدول وإطلاع هذه الدول على آخر مستجدات موضوع سد النهضة. وطبعا كانت مصر من أيام حصلت على دعم من اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بأنه إدانة للسياسة الإثيوبية المتعنتة. النهاردة إثيوبيا بتنشر صور واحنا زعناها في الفقرة الإخبارية، معرفش ده نسميه إيه، يعني مش عايز أقول ألفاظ يعني مش مظبوطة، لكن يعني إن إحنا هو شغالين وإحنا بنبني وهنملى، وقلنا بنينا قلنا هنبني ودينا بنينا. طيب، أولا موضوع السد النهضة هو موضوع ما هواش قضية مصرية أثيوبية أو قضية مصرية سودانية أثيوبية، دي طبعا قضية عالمية وتخص المجتمع الدولي طبعا، ولا تخص مصر من قريب أو بعيد. إذا تم دون اتفاق حقيقي ومرضي للثلاث دول الشرقية للنيل، مصر والسودان وأثيوبيا، أعتقد أن ده زعزعة للاتفاقيات الدولية السابقة، مثلها مثل اتفاقيات الحدود. يعني احنا مش يعني موضوع امن قومي خطير جدا، موضوع يعني امن دولي مش امن قومي. يعني امن قومي يعني احنا او دولة اخرى، لا ده موضوع دولي. يعني النهاردة اذا تم البناء والاضرار بمصالح مصر، من الصبح كده ممكن الصين تصبح وتقول ان ده مش حدودها داخل دولة اكس، زي ما بنشوف اتفاقيات المياه لما اتفاقيات المياه والاتفاقيات الحدودية، دي اتفاقيات دولية لا يتم المساس بها من اي دولة. ده امن عالم ليعيد مرة اخرى العالم الى التناطح للحدود او للمياه. فبالتالي سلامة مياه مصر او دول المصب ده شيء مفروغ منه بالاتفاقيات. لكن ما الذي تفعله مصر في هذا التوقيت بالذات؟ مصر تكشف للعالم ما نحن مقبلين عليه. صحيح، ربما نلجأ لتدويل، ربما نقدم في تحكيم دولي. نحن نقول للعالم ها نحن يتم عمل بعض السدود مخالف للاتفاق الدولي. صحيح. وسيتم الإضرار بنهر دولي وليس نهر طبعاً. داخلي لدولة ما، وسيضر بجيرانه أو دول. طب من خلال يعني معرفة حضرتك بمكونات الإنسان الأثيوبي والقبائل الكبيرة هناك، إيه تفسيرك للمواقف هو شأن المعلنة كده ضد مصر؟ هو المواقف المعلنة أعتقد إن هو شأن داخلي في المقام الأول لجذب أكثر عدد من الجمهور الداخلي وحشده تجاه أبي أحمد وحشده أكثر لحزب الازدهار الحديث اللي راح وتصور النهاردة في الصور اللي حضرتك قلت عليها. كان حزب الازدهار في زيارة لسد النهضة، وكمان بالإضافة إلى أنه هو عبارة عن يعني نتائج ما تم التوصل إليه لسد النهضة، وبيبرر للشعب الأثيوبي ما وصلوا إليه. لكن أعتقد أن لا أثيوبيا ولا أي دولة تستطيع أن تغير قوانين دولية واتفاقيات دولية. يعني هو ده كسب وقت في الرأي حضرتك؟ كسب وقت طبعا، واعتقد ان غير مسموح اصلا باضرار، يعني لا المجتمع الدولي يسمح ولا مصر تسمح بان يتم المساس بامنها المائي. طيب يعني عايز برضو اكلم حضرتك على الصعيد الاستثماري كبوابة افريقيا مصر، وهي يعني واحدة من اكبر 3 دول يعول عليها في الاستثمار، مصر وجنوب افريقيا ونيجيريا. مصر تصدرت الدول الاكثر جذبا للاستثمار في افريقيا 18 و19 وفق منظمه الاونكتاد اللي هي الامم المتحده للتجاره والتنميه. يعني لكن في معوق رئيسي في الدول الافريقيه وبيتم اذكائه دلوقتي عشان ما تتحولش افريقيا الى صوت واحد وزي ما حضرتك قلت صيغه واحده في التعامل مع المستثمر الاجنبي وفايده ليها هي فكره النزاعات الداخليه، وعشان كده كانت مبادره اسكات البنادق. لكن بنشوف يعني مشاكل كتير في الدول. احنا طبعا في منظمه الامن والسلم الافريقي او لجنه الامن والسلم الافريقي بالاتحاد الافريقي اللي اقرت اسكات البندقيه عام 2019. عام اسكات البندقيه طبعا احنا 2020 عام اسكات البندقيه. هم عملوا فعليا للوصول الى هذا الطموح الخالد يعني اعتقد انه يعني شيء سامي جدا ان طبعا ان قاره متكونه من اكثر من 54 دوله ما يبقاش في صوت للبندقيه. هم وصلوا فعليا لبعض البنود الحقيقيه، ووصلوا كمان ان هم قدروا فعلا يسكتوا البندقيه في اكثر من بؤره كانت ملتهبه من نزاعات. يعني جنوب السودان النهارده الحمد لله في سلام، الحمد لله، يعني نقدر نتكلم جنوب. ده كان امل كبير بالظبط، والنهارده في توقيع للسلام، وكان متوقع السودان كان واصل للنقطه دي بالزبط. والحمد لله حصل في سلام، والنهارده كافة الأطراف السودانية سواء المتمردين أو الجبهات اللي كانت بتقتتل مع النظام السوداني البائد قاعدين النهاردة في جوبا وبيتكلموا عن السلام أكتر من 36. وده طبعا بيبوظ الخطة اللي كانت بالزبط. التقسيم بالزبط. وإن تفضل المنطقة دي مشتعلة عشان بالزبط. مصر ما تستقرش بالظبط. إذا هدفنا في إسكات صوت البندقية في 2020 قادرين نوصل له، ولكن طبعا هياخد وقت، يعني مش هيكون في 2020 طبعا. وده أهم شيء للاستثمار هو الاستقرار، بس هيمثل ضربة قاسمة للإرهاب أعتقد في الصومال، منظمة الشباب، نيجيريا، السودان، يعني الإخوان الإرهابية في عدد من دول أفريقيا. الضربة القاسمة هو إنشاء مفوضية لمحاربة الإرهاب طبعا. اللي دعا عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر قمة للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن الأيام القادمة ستصفر عن اجتماع كبير جدا وقمة لإنشاء هذه المفوضية ما بين الدول الأفريقية برئاسة مصر، أو بمصر هتكون دولة مقر. وما تنساش مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا كانت النقطة الأساسية للوصول إلى السلام برضو مع كانت كان مؤتمر مهم جدا وكان نقلة نوعية لمؤتمرات السلام في أفريقيا، ومثلت نقطة هامة جدا للأشقاء الأفارقة. كان مؤتمر أسوان للسلام والتنمية في أفريقيا وعدد من المؤتمرات والقمم الأفريقية اللي تمت في 2019، ومنها طبعا المؤتمر الاقتصادي اللي تم، اللي كان البنية التحتية أساسها، والنهاردة احنا بنشهد إنشاء طرق ما بين مصر، القاهرة، كيب تاون، وده هيعدي على دول كثيرة وحديث عظيم بالظبط حديثة جدا. النهاردة احنا بنتكلم عن تجارة داخلية وتكتلات اقتصادية بالظبط، تكتلات اقتصادية بتشتغل على أرض أفريقيا لغاية ما نوصل للعملة الموحدة ولغاية ما نوصل للحدود المفتوحة وجمارك زيرو. طب النهارده كان في لقاء ما بين رئيس الاركان الفريق محمد فريد ونظيره الكاميروني في القاهره، كان في بحث لافاق التعاون في مجالات المجال العسكري، وفي لقاءات كتير بين جنرالات مصريه وافريقيه لبحث هذا التعاون. بتتصور حضرتك في عجاله انه ممكن التعاون العسكري يصل بدول افريقيا لفين؟ هو دايما المعلومات العسكرية طبعا مش بتبقى متاحة للشعوب طبعاً. ولكن التعاون المصري العسكري مع الأشقاء الأفارقة فوق المستوى، يعني فوق ما نتخيله نحن. يعني أنا كنت في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كنت باخد دورات هناك، وفعلا شاهدت العسكريين الأفارقة بيتخرجوا من أكاديمية ناصر، وفي تعاون حقيقي ما بين المؤسسة العسكرية المصرية والقوات المسلحة وما بين كافة الدول الأفريقية. وطبعا في قمم بتتم ما بين وزراء الدفاع المصري وكافة الدول الأفريقية في 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 لبحث سبل السلام والأمن ودعم التعاون الأمني ودعم التعاون ما بين القوات والعسكري ما بيننا وما بينهم. ولكن طبعا مش كل شيء بيبقى معلن. يعني بشكرك جدا دكتور محمد، نورتنا. الله يخليك، ده نورك، وإن شاء الله نتمنى التقدم لقناة. أمين أمين. جزيل الشكر للدكتور محمد عز الدين حسن رئيس مؤسسة النيل للدراسات الإفريقية والاستراتيجية. الحقيقة أنهى هذا اللقاء بجملة قوية جدا، وهي أنه لولا هذا التعاون العسكري اللي حادث بالفعل في كثير من الدول الإفريقية مع مصر، ربما كنا شهدنا تدخلات أكبر وشهدنا انقسامات أكثر. لكن يعني نتمنى أن الآفاق دي تزيد، وأفريقيا مرشحة أن هي تبقى القارة الأولى في العالم، وأن هي تبقى الأعمال هي المكان الوحيد اللي فضل في العالم للاستثمار والتنمية. ما زال في أماكن كتير بكر، ثروات كتير لم يكشف عنها، طاقة بشرية هائلة لم تستخدم حتى الآن، وعي ثقافي ووطني لكل شاب أفريقي ببلده وبقارته علشان يزيد، وزي ما قلنا أثناء الحوار أكسب زي ما بكسب الآخر. بشكركم جدا على وجودكم معانا النهاردة. بكرة حلقة جديدة في مساء الخير.